كريم احمد من ملعب مختار التتش بالجزيره، نعرف منه اخر اخبار التمرين واستعدادات النادي الاهلي للمرحله اللي جايه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير زميلي محمد، برحب بيك وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك. اخبار التمرين وطبعا الفتره الحاليه اكيد الصوره فيها ضبابيه شويه، فايه اللي استطلعته من اراء الجهاز الفني او الرؤيه بالنسبه لك اللي شفته في ملعب التتش بالنسبه للمرحله الجايه وتدريب اليوم، حتى مين كان موجود في التمرين، مين غاب، الصوره داخل ملعب التتش يا كريم وضحها لكل مشاهدي قناه الاهلي. في الحقيقه طبعا في البدايه محمد يمكن انا بحييك على سرد التفاصيل بشكل مميز جدا بالنسبه للضبابيه اللي باكد عليها اللي احنا متواجدين فيها والبيان الرائع والمميز واللي مصاغ باحترافيه كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر مناخ طيب للمسابقه بشكل عام، لكل الانديه بشكل عام، لكل المسابقات وليس للنادي الاهلي فقط، لكن اكيد النادي الاهلي بعد هذا البيان وبعد هذا البيان اللي قوي جدا في انتظار اكيد يكون في رد، يكون في رد اكيد ان شاء الله بنتمنى يكون رد من اتحاد الكره من الجهات المسؤوله طبعا مديريه الامن الخاصه بالاسكندريه على انتقام المباراه في ملعب برج العرب. يمكن عارف محمد انا اقول نقطه سريعه جدا، المباراه بدون جمهور مباراه الاهلي والزمالك في الاسكندريه من فندق الاقامه الفريقين بيكونوا متواجدين لملعب المباراه لا يستغرق 3 دقائق، المباراه تنتهي كل واحد بيتوجه الى القاهره، الامر ما فيهوش يعني ازمه كبيره جدا، لكن كل احترام طبعا للجهات الامنيه لكل حاجه طبعا بيكون ليها دراسه، احنا ممكن نبقى رؤيتنا بعيده شويه، لكن لو برجع معاك لتدريبات فريق النادي الاهلي مستر بايلر اكيد النهارده في البدايه اجتمع باللاعبين، كانت محاضره مطوله بعد علمه بتاجيل المباراه وبعد بيان النادي الاهلي. يمكن الراجل ادى بكره اجازه محمد، يعني زي ما انت كنت بتتكلم ان التدريبات كانت الساعه 5 حتى يوم الجمعه كان المفروض يكون تدريب الساعه 3 عصرا ومنها الى المعسكر المغلق على كان صن مباراه الزمالك، لكن بكره يكون راحه لفريق النادي الاهلي. النهارده التدريب ما كانش فيه تكتيك بشكل كبير، ما كانش فيه امور خاصه تكتيكيه او خططيه، على النهارده كان فيه تدريب جزء بدني. الفقره الاولى كانت 25 دقيقه، الفقره الثانيه كانت فيها منافسه طبعا فرديه ومنافسه ثنائيه، مستر بايرر حاول ان هو يعمل تدريبات في وسط الملعب 2 حراس و3 ضد 3، حاول ان هو يطلع اللعيبه شويه من الحاله اللي متواجده فيها. طبعا انت عارف لعيبه الكوره بتشوف وبتتابع وبتسير على السوشيال ميديا والكلام ده، لكن في دور كبير بيبذل من الكابتن سيد عبد الحفيظ من مجلس الاداره بالكامل ان يبقى في فصل ويبقى في تركيز فقط في الملعب وفي التدريبات، احنا جاهزين لاي مباراه وبنتمنى يا محمد ان شاء الله يعني الساعات القادمه تكون في تريز بشكل كبير، القرارات كلها في مصلحه الكوره، وبناكد من خلالك وانت اكيد بتاكد على كده ان النادي الاهلي يسعى للجميع للحفاظ على المسابقه بشكل عام، للحفاظ على الانديه وليس النادي الاهلي فقط، لكن بقيمه النادي الاهلي الكبيره هو اللي بيكون الواجهه، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيحاول ان هو يحصل على حقوقه بالطرق الشرعيه. نقطه كمان مهمه جدا وهي تدريب المصابين، او يعني اطمنك على المصابين بشكل عام على راسهم مروان محسن. مروان محسن النهارده يعني شارك جزء بسيط جدا من التدريب بتعليمات قويه جدا للعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش في اي احتكاكات خاصه بمروان على ان يصل القناع، بيتم تجهيزه في الثانيه، مجرد وصول القناع لمروان هيبدا يشارك تدريجيا برضه في حد كبير وبدون احتكاك مع التدريبات الجماعيه، متولي ماشي في التاهيل لكريم ندبد ايضا كمان يمكن نوصل لمرحله التاهيل بشكل طيب ان شاء الله باذن الله يعود سريعا كل اللاعبين المصابين لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، مرحله مهمه فيها منافسات محليه وفيها الهدف الكبير والاسمى لكل جمهور النادي الاهلي وهي البطوله الافريقيه. طيب بكره التمرين في نفس الميعاد يا كريم ولا البرنامج الفتره الجايه؟ بكره اجازه محمد، يعني بكره ممكن زي ما بقول لك يوم الجمعه اللي هو كان غدا كان هيكون في تدريب الساعه 3 عصرا، لكن مستر بايلر بقرار منه بكره راح لفريق النادي الاهلي على ان يعود ان شاء الله يوم السبت، بس مش هيبقى الساعه 5 التدريب، التدريب هيكون الساعه 4 عصرا يوم السبت وهو يكون اول تدريب لفريق النادي الاهلي بعد الراحه اللي هتكون يوم الجمعه. زميلي محمد، طيب التمرين النهارده كان في تقسيمه جماعيه الكل شارك في التمرين ولا يعني كان في راحه لعدد من اللعيبه؟ لا يمكن الراجل النهارده عمل فقرتين زي ما بقول لك، فقره كانت بدنيه وفقره بالكوره، الكل النهارده شارك، الشحات حتى كمان يمكن الكدمه اللي كان تعرض ليها في التدريب الاخير النهارده اطمنا عليه بشكل كبير، الكل جاهز يا محمد، يعني كل لعيبه النادي الاهلي كانت بتامل ان يكون في مباراه يوم السبت يكون في اي حكمه، يعني ما بنتكلمش على نادي الزمالك لكن هو كان طبعا طبقا للجدول ان يكون في نادي الزمالك اللعيبه كان عندها تركيز كبير، لكن زي ما بقول لك بيبذل دور كبير جدا من الجهاز الفني لخلق دوافع جديده للاعبين ووضعهم في تركيز اكبر خلال المرحله القادمه ان شاء الله. زميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش بالجزيره بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك خلال الفتره القادمه لمتابعه تدريبات فريق النادي الاهلي ومعرفه الجديد بالنسبه للمران خاصه